الأغنية جت منين؟ إن كان ملحن محمد رحيم بيسمعني أغنية بتقول لولا الهوى ما كنت جيت، لولا الهوى حبيبتي جيت، وبقولها بالعربي عربي. فكان في واحد صديقنا اسمه عربي قاعد موجود معانا، فقعدنا نضحك على إن اسمه موجود في الأغنية. التكملة بتاعتها بنقول مسيطرة على بالي على قلبي. كان معانا واحد صاحبنا اسمه محمد فكري في القعدة، فقلت له خليها بقى بدل ما عربي موجود وفكري موجود تبقى مسيطرة على بالي على فكري. وفكري يعني ينفع ان حد يبقى مسيطر على بالي وعلى فكري. فقعدنا نضحك كل ما نيجي نغني الأغنية دي نغير الكلام الموجود ونحط فكري. فقلت له محمد ما تيجي نقفل الأغنية، كل كوبليه يعني بيتقفل باسم حد بجد بس يبقى ليه معنى. هنسمع كل اسم من الأسامي دي لوحده هو اسم بس جوه الجملة بمعنى تاني خالص. وطبعا المفاجأة إن احنا معانا يعني معانا أستاذنا الفنان علاء عبد الخالق. عايزك تعرف إن أنا بحبك جدا وبتمنى لك الخير، مش عايز أقول لك قد إيه يعني فعلا يعني كنت سعيد لما حضرت العرض الخاص بتاع الفيلم بتاعك. كنت مبسوط من النجاح اللي انا شفته من الناس اللي موجوده، وانا كنت سعيد جدا بالفيلم وانا بحب حاجتك جدا وسعيد جدا جدا ان انا معاك في الاغنيه اللي احنا بنعملها. وبالمناسبه دي انا ممكن اغني له حاجه يعني ممكن شوقي. شكرا شوقي. فهمي. رمزي. صبري. فوزي. نظمي. نظمي.